فاروق يا سعد، السلام عليكم يا فاروق. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. عبد الناصر، تحب حضرتك وكل الساده المشاهدين، وكل سنه وحضرتك طيب، وربنا يعود عليك الحمد خير يا رب دايما. ايه الاخبار؟ كله تمام الحمد لله يا عبد الناصر، كله تمام الحمد لله رب العالمين. عايز اتكلم معاك يا فاروق. بيات شتوي، الدنيا يعني ما فيهاش اخبار كتيره النهارده. ما فيش غير البيوتشر، انا جايب بعض التصريحات، بس في تصريحات لرئيس نادي الزمالك كانت مهمه جدا، نزل فيديو فيها شويه تصريحات مهمه جدا. مش عارف حضرتك عرفت ان هو كان عامل فيديو واتكلم فيه؟ لا، قول لنا. الاستاذ مرتضى منصور يا جماعه عمل فيديو، اتفضل قول لنا. تمام. طبعا كان جايب معاه رؤساء، كان معاه ناس في البنك الاهلي، وكان قاعدين زي بيوقعوا ورقه كده او حاجه زي كده يعني. بعدها وقف، هم وقفوا جنبيه وشكر الناس في البنك الاهلي، وده بنك وطني، وهو الكلام ده كله. واحنا بشكرهم على التعاون وخبطنا بعض الاجراءات. بعد كده بقى دخل في الكلام بتاعه وفهم شويه، اتكلم وقال انا بطمن جماهير الزمالك على كل حاجه، النادي بتاعكم قوي، النادي بتاعكم فيه فلوس، ما تسمعوش كلام اي حد. وبقول لشوبير النادي اللي بتقول عليه مفلس، يا ريت النادي اللي انت بتشجعه يكون فيه خمس الفلوس اللي عند الزمالك. الزمالك بقى غني عشان احنا قفلنا حنفيه الفساد، ورئيس الزمالك رجل قانون. كان عندنا مشاكل مع ثلاث بنوك، والحمد لله انتهت المشاكل دي وخدنا كافه حقوقنا. وبقول للاخ الزملكاوي اللي اسمه معتز مش عارف ايه، وقال اسمه كده اسمه معتز مش عارف ايه، اللي بيقول ان في رجال اعمال بتمول الزمالك، عايز بعض النصر معاك، اللي بيقول الاخ معتز الزملكاوي اللي هو عامل زملكاوي طلع بيقول لك في رجال اعمال بتمول الزمالك، احنا ما عندناش رجال اعمال. معتز مين؟ والله انا ما انا اتوقع ان قصده معتز الشامي، الراجل ده زملكاوي بيطلع على قناه من قنوات. معتز الشامي ما بيقولش ولا خبر صح يعني. هو اخيرا الاستاذ مرتضى منصور عرف ان معتز الشامي بيهبد. هو معتز الشامي قال خبر في حياته صح. هو بيقول بقى ايه؟ الاخ الزملكاوي طلع بيقول رجال اعمال بتمول الزمالك عشان صفقه بن شرقي، احنا ما عندناش عيال اعمال، مش رجال اعمال. وبعدين ازمه بن شرقي مش موضوع فلوس، معلش احنا بعون الله الزمالك في فلوس يجيب 10 بن شرقي، واي حد بيطلع يقول كلامه خلاص. كلام انا 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 بقول لك كلام مرتضى منصور صح، ومعتز الشامي طول حياته بيهبد وبيقول حاجات غلط. طب ما هو معتز الشامي قال بن شرقي مش ماشي، ومعتز الشامي قال لك موضوع سبورتنج لشبونه كله والزمالك خلصه. معتز الشامي لا يقول خبر سليم، ده راجل زملكاوي متعصب جدا ويخاطب مجموعه من المتعصبين. واخي وقلنا الكلام ده، شوف برضه ربنا ينصرنا، شوف ان مرتز الشامي اللي طلعه مرتضى منصور، واللي خلاه يظهر على الشاشه مرتضى منصور، واللي خلاه الناس تعرفه مرتضى منصور، بيقطع في مرتضى منصور، ومرتضى منصور بيقطع فيه او بيرد عليه. بالظبط. وانا فاكر ان اول ما طلع احنا كان في حضرتك، كان في بس مره من المرات كان في هجوم شديد، حتى انا قلت لحضرتك بعديها على الشات، وكل يقول لك هتسمع معتز الشام هيقول ايه بالليل، هيرد عليكم بالليل، انتوا كنتوا مش عارف ايه، انتوا ايه، انتوا ايه، الراجل ده يعني الاف. يوم موضوع لما انفردنا بخطاب السبورتنج لشبونه. بالظبط كده، انا عمال افتكر الموضوع صح. موضوع سبورتنج لشبونه لما قال لك انتوا كلامكم هبدا هتشوفوا الجواب الحقيقي، والكلام ده بعكوا ده كذب، وهيسمع معتز بالليل هيقول عليكم ايه، والشات اتملى هجوم بسبب في اليوم ده علينا، كان هجوم شديد جدا والله، حتى على الفيسبوك وعلى اليوتيوب كان كل الكلام على الكلام ده، اسمع هيقولوا ايه بالليل، اسمع مش عارف مين، وكان في غلط كتير. اهي لفت الايام يا عم. انا في ناس شافت الحلقه دي بتاعت الواد معتز ده، في ناس شافتها بتقول لي بيقول بيرد عليك وكده. قلت له يا عم اشتري دماغك، عيب انه يبقى صحفي ولا اعلامي، ده وده عايش في الامارات بيلم فلوس، ويقول لك عشان لما اخلص لم فلوس انزل الاقي الناس عارفاني، فبيقعد يهبد وخلاص. قال لي يا راجل انا عارف، انا عارفه كويس، تقعد جنبه يقول لك استنى اكلم لك انفنتينو، انفنتينو صديقي، انت لسه مصبح عليا، انت لسه مسلم عليا، العمليه رايحه منه يعني. سيبك من مش قصتنا. مرتضى منصور عليه يعني معتز ده قال ان في ناس هتمول صفقه بن شرقي وتدفع الفلوس لقطر القطري وتجيبه تاني يعني، ولا ايه؟ مش فاهم. بيقول لك في رجال اعمال هيمولوا اشرف بن شرقي عشان ما يروحش وما يسيبش الزمالك. ما يروحش ايه يعني؟ يعني الفلوس اللي قبضها هيرجعوها لقطر القطري يعني؟ لا ده هو بينكر اصلا ان اشرف بن شرقي مضى باي حد. بينكر؟ لا ده في الغيبوبه عند حد تاني، ده سيبك منه.
بعدين راح استاذ مرزا منصور رد عليه قال له ايه؟ قال لي يا عم احنا ما عندناش عيال اعمال، مش رجال اعمال، وازمه بن شرقي مش موضوع فلوس، لكن هو عايز يلعب بره مصر. احنا عايز، احنا الزمالك، الزمالك مش محتاج رجال اعمال يا عم معتز، الزمالك غالب تاريخه وجماهيره العظيمه وقدراته ومجالس الاداره المحترمه. وانت كل اي حد يطلع كلام بتقول لي اشرف بن شرقي، لا معلش مع احترامي ليك الزمالك فيه فلوس تشتري 10 بن شرقي، مع احترامي لاشرف بن شرقي ده ولد محترم وكويس وقاعد معانا بشنتله واحترام، لكن انت بتتكلم على مزاجك تقول مقوله، لا احنا ما يمولش حد ومش محتاجين حد يمولنا، والزمالك العهد بقى انتهى وانت خلاص. هو كل واحد يعمل لي زي ما الكاوي يطلع على البتاع يقول لك، يطلع لك يطلع يقول اي كلام، ما تشوف انت بتقول ايه الاول قبل ما تطلع تقول اي كلام من اللي انت بتقوله ده، فكفايه بقى. وبعدين قال لك انا اديت تعليمات فوريه لعندي في النادي نسدد مبالغ الضرايب والتامينات اللي على المجلس الحالي دلوقتي، المجلس دلوقتي بشكل مستعجل. واحنا خدنا المبالغ المستحقه في البنوك عن طريق الكاش، وخدنا الفلوس كلها كاش ما خدناش شيكات. وقال انا بطمن جمهور الزمالك بالتاكيد احلامهم اوامر، لكن في النهايه مش الجمهور هو اللي هيختار اللعيبه اللي انا هجيبها، ومش هيختار لي الصفقات الجديده. وبقول اهو، بقول للجمهور افضل لعيبه اللي في مصر وبره مصر احنا تعاقدنا معاهم وخلصنا معاهم، بس لسه ما اعلناش، لكن مش انت اللي هتقول لي، مش انت اللي هتمشيني وتقول لي اكيد مين وما اجيبش مين. سلام عليك يا ابو احمد لما تدي في المليان. قال لك هم كلهم بيقعد يقول لك هات فلان وهات فلان، يعني انت تعرف احسن من الناس اللي بتختار لعيبه؟ انت عايز اللعيب ده يا عم، احنا مش عايزين نجيبه عندنا احسن. يا ابو احمد كبرني يا شري ده. يا ابو احمد كلام مية، اعمل اللي انت عايزه، النادي ناديك ولا هدي لي عندك حاجه، اعمل ما بدالك انت الصح. بص والله مصر كلها غلط وانت الصح، اسمع مني يا صاحبي، اعمل ما بدالك ناديك وملكك يا باشا، واعمل ما بدالك والناس كلها غلط وانت الصح، ولا تسمع لحد ولا تسمع لحد. بالظبط. كمان قال لك، بقول بقى انا بقول لجمهوره نهدى بقى شويه، اهدوا شويه، مش كل شويه ده مطلعين اشتري اللعيب ده، الحق اللعيب ده طار، اهدوا شويه، انا احسن بعوني، لا احسن لعيبه في مصر وبره مصر احنا هنتعاقد معاهم، بس انا مش هاخد كلامي من حد، انا محدش هيعرف ياثر عليا في السوشيال ميديا. شايفين شوبير؟ شوبير راح يقول للخطيب بيزعلان، ويقول للخطيب انت لو هتفضل ماشي ورا السوشيال ميديا وتجيبك يمين وتجيبك شمال، لا انا بقى قلت ان محدش هيجيبني لا يمين ولا شمال، ولا حد هيهز شعره، محدش هيقول لي هيجيب مين، اللي انا عايزه هيجيب، وانا اتعاقدت بالفعل مع افضل الصفقات في المراكز، وناس مش اللي انتوا قلتوا عليهم، لكن عايز لك ومش هنعلن عنها دلوقتي، ماشي، لان الموسم لسه ما خلصش وعندي دوري وكاس والناس بتلعب، مش هعلن عنهم. ومش هنقطع على السوشيال ميديا اللي تجيبني يمين وتجيبني شمال، لا انا مش بتاع الكلام ده، والكلام ده مش ما ياكلش معايا. بعد بقى ما قال الكلمتين دول بقى راح شكر الناس اللي معاه في اللي كانت معاه في الفيديو وكانوا واقفين جنبه من البنك الاهلي، شكر فيهم وكلمهم وقال انا عندي بقى في لسه البنك امبارح احنا خلصنا كده ونتكلم على البنك الاهلي، وشكر الاستاذ محمد الاتربي في بنك مصر برضه، قال التعاون معانا في نادي الزمالك كان في بعض المشاكل اتحلت، قال فاضل البنك التجاري وباذن الله هيتحل الموضوع مع البنك التجاري كمان، ويبقى كده ان شاء الله احنا حلينا مواضيع اللي المشكله كانت مع ثلاث بنوك بسبب اللجان. ها ويقول كده اللجان السابقه ها اللي ورطتنا وجابت لنا المشاكل دي كلها، بس احنا قادرين ان شاء الله نحل المشاكل دي، ونادي الزمالك رجع احسن. يا جماعه ده احنا نادي الزمالك، فاكرين حيدر باشا ده كان رئيس نادي الزمالك 23 سنه، الراجل اللي كان الله يرحمه حيدر باشا الله يرحمه، وقال لك ده تاريخه مش تاريخ، ده قال لك ده الزمالك كان اسمه المختلط باين حاجه كده، كان تقريبا اسمه المختلط والملك فاروق كان قاعد، فقال لك سموني نادي ده بنادي الزمالك، عجبوا نادي الزمالك كان بيحب نادي الزمالك فقال سموه باسمي، فراحوا مسمينه على اسم الملك. اسمع بقى التاريخ، اسمع التاريخ، اسمع يا ابني التاريخ، هو ده التاريخ، هو ده التاريخ. شوف قال لك ايه، اول مره انا اعرف المعلومه دي، اول مره اعرف المعلومه دي على فكره، أول مرة في حياتي أعرف المعلومة دي. شفت أنت؟ أهو شفت أنت فاروق بيقول لك إيه؟ أهو يا محروس يا صيفي مساء الفل، شفت فاروق سعد بيقول لك إيه؟ بيقول لك الراجل بيقول هو النادي ده كان اسمه المختلط، يعني ما كانش عارف الأستاذ مرتضى، عرف الحمد لله إنه كان اسمه المختلط، والملك فاروق كان قاعد قال لك ده الزمالك، طب لا سموه، أنا بحب النادي ده سموه باسمي، فسموه نادي فاروق، وكان اسمه فعلا نادي فاروق، بس علي النعمه كل الكلام اللي قاله في التاريخ الاستاذ مرتضى غلط. والله عارف انه غلط، والله عارف. معلش معلش، يا ابعت لك يا ابو احمد كتاب النادي الزمالك.
لا هي الغريبه ان الناس بتقول له يعني هو بيتكلم حتى مع اللعيب بيقول له هو كان تقريبا اسمه كان تقريبا اسمه مختار صح كده كان اسمه مختار قدام الملك فاروق لما كان قاعد بيقول له يعني انت ما كنتش عارف ان زمان كان اسمه ايه في البدايه ده قعد عمر كامل على اكثر من 20 ولا حاجه 20 سنه باسم النادي فكانت برضه حاجه اسف بعدها والله يعني ما علينا يا استاذ عبد الناصر ان هو ده كل الكلام اللي خلي بالك خلي بالك العالم كله بيشجع الزمالك خلي بالك مش مصر العالم كله بيشجع الزمالك ده واخد بالي واخد بالك حتى هتلاقي بعد شوية بعد شويه على عرفات كل الناس نفس ابيض طبعا هو ده كان كل الحوار اللي هو قاله النهارده يمكن الحوار كان ما يزيدش عن 10 دقائق 12 دقيقه 10 دقائق بالظبط قال في كل الكلام ده فطبعا هو شكر في البنوك بس كان لازم يخش طبعا في الكلام اللي حضرتك سمعته ده وده كان هو يعني تقريبا كل الحوار اللي هو قاله.